يقول أخو السائل المسمى بعبد الآخر الطبري: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معلوم في الذهاب إلى المسجد؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى صلاة الصبح ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، اللهم اجعل لي نورا. ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن هذا الذكر الأولى أن يقال في السجود أو يقال عند قيام النوم، لكن كل هذا قد ورد في صحيح مسلم بنحوه، والله أعلم.